نخات خطبت بهم ما حد سمعها متمرمرة وطلعت من الدنيا كئيبة بكل الجرى تدري انش عدد من مصايب من غصب حيدر للطفوف ام النوايب والشيعي قلبه بحزن متفتت وذايب يجذب الحسرة ويهتف وما حد يجيبه زلزل الكوفة وكربلا وانسف الشامات وانشد عن اللي وقفت بدروازة الساعات وقل للفرات حسين يماك بالعطش مات ما يكله خليها بعد ما يجري صبيبه لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وعجل فرجنا بهم يا أرحم الراحمين. أبدأ بهذه الملاحظة. الإخوة أعزهم الله على الظاهر أنهم في إدارة المأتم طلبوا أن يفتح المجال أيضا في أثناء المحاضرة للاستفسار أو أكو هناك مثلا سؤال وما شابه ذلك للمناقشة، لا بأس في ذلك إن شاء الله. وفقكم الله وإيانا لما يحب ويرضى. طبعا يجب على من يصوم المكلف الذي يريد أن يصوم شهر رمضان لابد وأن تتوافر فيه عدة شرائط.
من بين هذه الشرائط أولا الأمن من الضرر، فإذا كان هذا الصيام يوجب المرض، مرض، إذا كان شيء طبيعي مرض شيء بسيط هذا ما يضر، لا المرض المعتبر. فإذا كان هذا الصيام يوجب المرض أو لا، إنسان مريض إذا يصوم يتأخر شفاءه مثلا، أو إنسان مريض أيضا إذا يصوم يشتد مرضه، ففي كل هذه الأحوال لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه الصيام. لو أنه خالف هذه الرخصة، سبحان الله، ناس هكذا يعني ما يقدر يترك ماذا؟ ما يقدر يترك الصيام. يا رجال أنت مريض، الصوم يضررك، قال مع ذلك أنا بصوم. لا، الذي أوجب عليك الصيام هو الذي أوجب عليك ماذا؟ هذه الرخصة، وأوجب عليك الإفطار لكي لا تتضرر نفسك، أنت بعد لا تضرر نفسك. فإذا تصوم وهذا الصيام مضر إليك ولا يكون تعتقد على أن هذا يكفي، طبعا من الواضح أن المريض يسقط عنه الصيام، لكن مو بالمرة، لا، عقب شهر رمضان إذا الله سبحانه وتعالى ألبسه لباس العافية يقضي له ما يقضي؟ يقضي، عليه القضاء. كم يوم هو صار مريض؟ فعدة من أيام أخر، يقضي هاي الأيام الذي مريض فيها. الدين دين يسر، فهنا فسحة مجال لهذا المريض. إذا صار مريض يفطر، لكنه لو لم يفطر متعمدا مخالفا لهذا الحكم قال أنا مع ذلك بصوم، يقول لي حتى لو صمت ما يغنيك عن القضاء، ما يسقط عنك القضاء، عليك عليك. يمكن في بعض الحالات واحد ما يدري، واحد جاهل وتمشى منه قصد القربة وكذا، يمكن هذا ما في مشكلة، لكن هذا الذي يعرف الحكم على أن صيام المريض الذي يتضرر يتأذى من الصيام بالنسبة إلى مرضه، سواء حدوث المرض مثلا أو شدة المرض أو بطء الشفاء وما شابه ذلك، فهذا طبعا هذا الذي يتسبب الصيام في إضرار النفس طبعا يسقط عنه الصيام، وعليه ماذا؟ الإفطار، أنه يفطر. زين، فطر، أجل وش موضوع الفدية؟ هذا يطلع الفدية لو ما يطلع الفدية؟ الفدية مو مباشرة يطلعها، يقول لي اصبر شوية، احنا نسألك تقدر تقضي؟ لو ما تقدر تقضي، قال والله أنا إن شاء الله كلها أيام وأقوم بالسلامة. قلناها إذا قمت بالسلامة يا طبعا ليس عليك ماذا؟ الفدية، مو عليك الفدية، عليك وإيش؟ قضاء الصيام، تقضي اللي عليك. أكو هناك بعض الأمراض المزمنة، يعني يستمر رياه المرض طول السنة. زين، فمثل هذا الشخص بعد ما في مجال انه يقضي، ما يقدر يقضي طيلة السنة، هو مريض يستمر به المرض، ها هذا وايش حكم الان؟ يخرج ماذا؟ يخرج الفدية، يخرج الفدية. زين، كم مقدار الفدية؟
مقدار الفدية يقولون مد عن كل يوم، عن كل يوم ماذا؟ مد من الطعام. أنا هاي ربما غير مألوف عندنا هالوزن هالمقياس هذا، طبعا وزن مال أول. إحنا اليوم عندنا ماذا؟ المقياس بالكيلو مثلا، ولا قبلنا مثلا بالربع، بالمان، ما أدري كذا. كل زمن يصير عنده مصطلحات وكذا في هاي الأوزان. فسابقا عندهم بالمقبل بالمود، وعندهم بالصاع، ولذلك يجي الآن مقدار الزكاة مثلا يقول لك صاع، أو بالنسبة مثلا إلى الآن الفدية يقول لك مد من الطعام. إنزين الآن إذا نريد نعرف هذا المد كم بالنسبة إلى أوزاننا اليوم، كم يساوي هذا المد؟ كم؟ ثلاثة كيلوات؟ لا، مو ثلاثة كيلوات. أحسنتم، بارك الله فيكم. كيلو لا ربع المد، كيلو لا ربع من الطعام. يأخذ له شوية عيش مثلا، عليه كم يوم؟ والله عليه مثلا سبعة أيام. سبعة أيام كم يصير كامل يعني إذا حسبناها؟ يلا شوية رياضيات. سبعة أيام كم يصير؟ خمسة كيلو شوي. لكن فمن تطوع خيرا فهو خير له، بدل ما يصير مود خلها يصير ويش؟ مدان. فالمدان كم يصير يعني؟ ها، المدان كيلو ونص. سبعة أيام كم مد يصير؟ كم كيلو يصير؟ سبعة وسبعة عشرة ونص. يقولون عشرة ونص، مو راضين. إنزين عشرة ونص، المهم إلا هو. فهذا المريض الآن يشوف عدد أيام المرض ويطلع عن كل يوم كيلو ونص. فإذا كان مثلا خمسة أيام، خلنا نفرضها خمسة أيام، أبسط شوية، خمسة أيام وكل يوم كيلو ونص، كم مصير؟ سبعة ونص صغير. خمسة أيام ثلاثة وثلاثة ستة وواحد ونص، سبعة ونص. أحسنتم، سبعة كيلوات ونص. سبعة كيلوات ونص بكم تقريبا؟ سبعة كيلوات ونص، خل نفرض على أن الكيلو وين بدينار، خل نفرض أن الكيلو وين بدينار، فبيصير هذا عليه كم يعني؟ سبعة دنانير ونص، عدل له؟ سبعة دنانير ونص. يصير ياخذ السبعة دنانير ونص ويجيبها إلى الفقير يقول له خذها لك هذه؟ ما يصير، لازم وايش؟ إيه لازم عين الطعام، لازم نفس الطعام، نفس الطعام. تاخذ لك طعام بهذا الوزن، سواء أنت أو تخلي مكانك واحد مثلا، توكل لك شخص مثلا او كذا، يقول له والله اوعدكم مثلا جمعيه الخيريه وكذا، اذا هم كذا تكلفونهم بهذا الموضوع، وهم ان شاء الله جزاهم الله خير يقومون بهذه المهمه، الجماعه الموثوقه. فاي واحد موثوق وكذا تكلفون بهذا الامر، سواء مثلا كفاره مرض او كفاره عمد او الى غير ذلك. مو شرط ان الواحد بنفسه يباشر هذا الشيء، مو صيام، هذاك لصيام. اما مثل هالامور هذه يمكن ماذا؟ ان توكل شخص يقوم بهذه المهمه، فيشتري الطعام ويمضي به الى الفقير، او حتى يمكن توكيل الفقير نفسه ايضا، توكل الفقير هذه سبعه دنانير ونص، اشتر بها ماذا؟ لك طعام. وطبعا هذا مو مثل كفارة العمد، هناك كفارة العمد يوزعها على كم مسكين، على كم فقير؟ على 60. بينما هذه الفدية، فدية المريض مثلا وكذا، يكفي انه يعطيها ويش؟ فقير واحد، يعطيها فقير واحد كفاية. فعلى العموم الآن إذا شخص عليه شهر كامل،
مريض الشهر كامل. فنفس الحسبة يسويها ويقوم بالمهمة. زين، نفس العملية الشيخ والشيخة. من هو الشيخ والشيخة؟ مو المعمم يعني الشيخ. اي واحد شيبة يعني كم تقريبا عمره يصير؟ اي يعني 70-80 سنة، بحيث ان الصيام شوي حرج عليه. هذا هني طبعا هو بالخيار يريد يصوم، ونفس المريض هذا يريد يصوم بالمشقة اللي عليه، يتحمل شوية الصعوبة وكذا، ما في مشكلة. مضمون الآية: وأن تصوموا خير لكم. فهذا الشيخ والشيخة كبار السن نفس العملية، نفس قضية المريض، أنه يخرج عن كل يوم ماذا؟ إذا ما يريد يصوم يريد يفطر، ما في مشكلة خلي يفطر، لكن يخرج عن كل يوم مد من الطعام. فيشوف الشهر كامل كم؟ زين، فيخرج عن كل يوم من الطعام، لكن الأحسن والأحوط أنه يخرج عن كل يوم ماذا؟ مدين. ف30 يوم وكل يوم مدين من الطعام، كم يصير كامل؟ ما أعتقد 60، أقل، ما أجي 60، لأن كل يوم كيلو ونص، مو 30 كيلو، 45. شوف هني هني الجماعة 45 كيلو. توك جاي تأخرت يا حجي. اي قلنا المود كيلو إلا ربع، كيلو إلا ربع، فبيصير تقريبا 45 كيلو، اللي هو تقريبا كيس ماذا؟ كيس رز، كيس من الرز، وتخلي عليها ماذا؟ 5 كيلوات. الظاهر قبل فيه 45 كيلو مو عدل، بس الحين كله أبو 40 كيلو، فتخلي عليها 5 كيلوات، بعد صارت وإيش؟ 45 كيلو كيس رز وخمسة أيضا ظهر جاهز. بس أهم شيء ها التفت، التفت ها لا يكون الوزن قاصر، هي لأنه يمكن شوي يأخذون قيمة الكيس أو شيء كذا ويقصرون، فأنت زيد ما تقصر، فالتفت إلى هذا يعني زيد شوية على أساس يكون أنت تستوفي الكيل بأكمله. على العموم، فإذا فرغنا من المريض، فرغنا من الشيخ، الشيخة، انجي أيضا بالنسبة إلى الحامل المقرب أو المرضع، كذلك الكلام أيضا. هذه مثلا في الشهر الثامن، الآن بالنسبة إلى الصيام ربما يأثر عليها أو يأثر على الحمل، يكون تتضرر من الصيام وكذا. وكذلك بالنسبة إلى المرضع، فهذه إذا يتضرر مثلاً الطفل أو شيء كذا، ليس فقط عليها القضاء، بيصير بيلزمهم القضاء، هاي المرأة بيلزمها القضاء عقب شهر رمضان. لكن إضافة إلى القضاء، إذا كان الضرر على الولد، على الجنين، ففي هذه الحالة أيضاً تطلع ماذا؟ مد عن كل يوم، نفس العملية بعد. خلصت هذه المسألة أيضاً. فإذاً هذا الشرط الأول، وهو الأمن من الضرار. أنت تعرف نفسك، متيقن من نفسك، أو عندك احتمال قوي، احتمال عقلائي أن المرض يوجب لك الأذى، يوجب لك أن الصيام يوجب لك المرض، يوجب لك كذا، أو الدكتور هذا الحاذق الطبيب هذا يعرف وكذا، قال لك يا رجال أنت أفطر، الصيام ما يصلح إليك. ففي هذه الحالة أنت ماذا؟ تترك الصيام. ونقرأ الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا الشرط الثاني، خلنا نجي أو على سفر. يلا هاي شوية الموضوع متشعب وله مسائل كثيرة، له قضية ماذا؟ قضية السفر. أولاً المسألة الأولى اللي نسألها: هل يجوز السفر في شهر رمضان أم لا يجوز السفر في شهر رمضان؟ زين، يجوز حتى ولو كان فراراً، يقول والله البحرين مثلاً حار وكذا، خلنا أنا أسافر أروح مكان بارد،
يصير انه يهرب عن الصيام لو ما يصير؟ ها يقولون اكثر الفقهاء يصير، لكن حسب ما اتذكر الظاهر شيخ حسين العلامة قدس الله روحه الشريفة عند قيد الظاهر انه ما يصير السفر قبل اي يوم؟ احسنتم، قبل 23. يقول حرام ما يصير السفر قبل 23. وطبعا اكو هناك فضل عظيم، لان مو شي بسيط قضية شهر رمضان، مو نفس الايام العادية، اجره وثوابه كبير عظيم من الله سبحانه وتعالى. انت لا تقول على انه يجوز السفر في شهر رمضان وخلاص، انت تفوت على نفسك ماذا؟ فضل كبير، ثواب عظيم. فلذلك ما ينبغي السفر، ولذلك كثير من الفقهاء قيدها يكره السفر، يكره السفر قبل 23، بل كما مر عليكم بعض الفقهاء يحرم السفر أيضا في هالمدة هذه. فعلى العموم، على أنه الآن بالنسبة إلى تفاصيل السفر، قلنا على أن أكثر الفقهاء يجوزون ماذا؟ يجوزون السفر في شهر رمضان. هذا الرجال حين بيسافر، تارة يسافر في النهار يا حجي، وتارة يسافر في الليل. يلا خلنا نجي لتفاصيله. الآن إذا سافر في النهار، بيسافر قبل الزوال والله بعد الزوال؟ الزوال يعني وش الزوال؟ وقت بداية وقت صلاة الظهر، عندما يقول الله أكبر المؤذن يقول الله أكبر، يعني صار الزوال، ما يصير يأذن ولو بدقيقة، ما يصير يأذن قبل الوقت ولو بدقيقة واحدة. أول شيء يحصل الزوال، يحصل الوقت، بعدين يقول الله أكبر. زين، فإذا هو سافر قبل الزوال، لا خلنا نخليها بعد الزوال. إذا واحد صار عليه وقت صلاة الظهر، صايم لو مو صايم؟ هو أكيد صايم، صايم، فسافر بعد الزوال بعد صلاة الظهر، صلى صلاة الظهر مثلا وسافر، هذا يقولون لي عليك بالعافية وكمل، ويش كمل صيامك ولا عليك قبض، خلاص صيامه كله. فهذا الذي يسافر بعد الزوال هذا صيامه ماذا؟ صحيح. لكن انجي الى اللي يسافر ماذا؟ قبل الزوال. فاذا كان ناويا من الليل ان بكره ان شاء الله وايش عازمين على السفر، فهذا اذا سافر قبل الزوال خلاص بعد هذا يفطر لو ما يفطر؟ يفطر، لكن متى يفطر؟ عاد سيده من وين؟ سيده من وين يقول ترى انا باكر بسافر؟ يلا يا ام عبد الله يا ام احمد سوي لنا الريوق، انا اليوم ترى ويش بسافر، يصير هذا؟ ما يصير. لازم اول شيء توصل الى وينه؟ الى حد الترخص. يعني وش حد الترخص؟ يعني تبتعد عن وينه؟ عن وطنك، تتباعد عنه بحيث انك ما تسمع ويش؟ ما تسمع الاذان. يعني اذا الاذن المؤذن يؤذن انت ما تسمع الكلام، ما تسمع الاذان، انت تتوارى تختفي بحيث انه تصير بعيد عن البلد، بحيث انك تختفي بعد تتوارى عنهم. لا يقولون لا لا يسمع الاذان ولا يرى جدران، هذا يسمونه حد الترخص. الآن بعد كم كيلو؟ خلنا نفرض مثلا 6-7 كيلوات، مو هاي مسألة يطرحونها. بعد شهر رمضان الكثير روح رزقكم الله وإيانا لأداء أعمال ومناسك ماذا؟ العمرة المفردة. زين يروحون عند الجسر، الآن إذا يأذن في ديرتهم يسمعون أذانه؟ ما يسمعون أذان خلاص بعد. زين هناك الآن إذا صار وقت الصلاة، وقت صلاة الظهرين أو وقت صلاة العشاء مثلا، الآن يريد يصلي، يصلي قصر أو يصلي تمام؟ يصلي قصر. ليش يصلي قصر؟
لأنه نول المسافة. زين بس هو ما قطع المسافة، ما قطع المسافة، ومو شرط يقطع المسافة، أهمش أنه ينوي ويش ينوي المسافة حتى لو ما قطعها، لكن وصل حد ويش وصل حد الترخص. إذا وصل حد الترخص خلاص صلاته بتصير ويش صلاته بيصليها قصر. فإذا إذا سافر قبل الزوال فصلاته وصومه صلاته بتصير ويش يعني بيصلي صلاة الظهر هناك بيصليها قصر، بيصليها قصر. وبالنسبة إلى الصيام خلاص بعد يقطع نية ويش يقطع نية الصيام. لكن هني في مسألة والكثير بعد من الآباء والأمهات سألوني فعلا هذه المسألة، يقول إحنا عندنا بعض الشباب وكذا مسجونين وكذا فنريد زيارة إليهم، الله يفرج عنهم إن شاء الله، يفرج عن جميع المسجونين إن شاء الله. يقول أنا أروح أريد زيارة، الآن أنا من الصبح مثلا زيارتي الساعة 9 زين، ني في مسألة يقولون إذا أنت سافرت فعلا قبل الزوال لكن أيضا رجعت وإيش رجعت قبل الزوال يصير أجدد النية أنوي وأكمل الصيامي؟ يقولون يصير ما في مشكلة. أنت إذا سافرت طلعت شوية مثلا عند الجسر مثلا طلعت الدمام أو شي كذا قضيت حاجة لكن رجعت قبل وإيش قبل الزوال، أهم شيء أنك ترجع قبل الزوال. فإذا رجعت قبل الزوال بس بحيث أنك ما أكلت هناك ولا شربت ما تناولت المفطر، فإذا كان كذلك جدد النية وإيش أصوم ولك صيامك. فإذا هذا بالنسبة اللي يسافر قبل الزوال. زين الآن بعد اتضحت المسألة، إذا سافر في الليل زين سافر في الليل سافر في الليل متى رجع؟ نسأل متى رجع الحين؟ قبل أذان الصبح، مو بس قبل أذان الصبح، قبل أذان الظهر، قبل الزوال رجع، يجدد ويش؟ يجدد النية ويكمل ويش؟ يكمل، بس بحيث أنه ما تناول المفطر في السفر، إذا لم يتناول المفطر في السفر. أما إذا تناول المفطر في السفر أو رجع، متى رجع؟ بعد الزوال. إذا رجع ماذا؟ بعد الزوال ما في فائدة بعد هذا، عليه ويش؟ فعدة من أيام أخر. زين بعد في مسألة هنيها شوية مبتلين بها خاصة هالأيام، أكو الطلبة مثلا بعض الطلبة الطالبات زين يقدمون امتحانات في وينه في جامعة صغير. الآن ويش بالنسبة الآن إلى الصيام نصوم نفطر؟ طبعا خلنا نجي إلى مسألة أول شيء من عمله السفر. يقولون من عمله السفر هذا يتم الصلاة أو يقصر في الصلاة. إذا واحد عمل السفر، واحد مثلا سائق تاكسي مثلا دائما ماذا يقطع مسافات، هذا عمله السفر. فإذا واحد عمل السفر فهذا يتم في ماذا؟ يتم في صلاته. وكذلك بالنسبة إلى الصيام يصوم لو ما يصوم؟ يصوم طبعا. زين هذا فرع. الفرع الآخر إذا كان السفر مقدمة إلى العمل، مثل كثير طبعا من الموظفين وكذا يقطع المسافة حتى يوصل إلى مكان عمله. هنا طبعا مسألة خلافية، لكن الظاهر على أن أكثر الفقهاء نفس الحكم أنه أيضا هذا يتم الصلاة وبالنسبة إلى الصيام يصوم. هذا تقريبا أكثر الفقهاء. فإنجي بالنسبة إلى هذا الطالب مثلا، هذا الطالب إذا كان يقطع المسافة يومية مثلا 4 أيام 5 أيام في الأسبوع، هذا يروح على أساس يدرس يروح الجامعة وكذا، هل هذا نفس من عمله السفر؟ قلنا أغلب الفقهاء إنه ماذا نفس عمل السفر، يعني صيام إليه يصوم وبالنسبة إلى الصلاة يصلي ويش
تمام. لكن عندنا بالنسبة إلى السير القائد يقول لا، هذا لين الطلبة حكمهم مو نفس حكم ماذا؟ مو نفس حكم كثير السفر، ولذلك هذين وظيفتهم أنهم يفطرون، وبالنسبة إلى الصلاة يصلون ويش؟ يصلون قصر إذا صلوا هناك. لكن الحمد لله أنه قال أنا هذين أجيزهم أنهم يرجعون إلى غيري من الفقهاء، فيمكن لهؤلاء مثلا أنهم يرجعون إلى السيد السيستاني مثلا حفظه الله، فبالتالي هذا يقول عبارة بمثابة من عمله السفر، فبيصير أنهم يصلون ماذا؟ يصلون تمام، وبالنسبة إلى الصيام أيضا يصومون. هذا إذا كان ويش؟ من عمله السفر. لكن واحد مثلا الآن في البداية راح بيقدم امتحان وبيجي، ها راح يقدم اليوم مثلا امتحان قطع المسافة، لكن خرج طبعا خرج قبل الزوال وعاد إلى وطنه متى؟ بعد الزوال. هذا عليه يوم لما عليه يوم، فبصير عليه ويش؟ عليه يوم يقضي هذا اليوم. وأكو هناك طبعا تفاصيل كثيرة في هذا المجال فتراجع في محلها. مما يشترط الظاهر فاتحين المكان إلى النساء بعد، لا بأس يحصلون على بعض الثمار، وإن شاء الله كلها ثمار والكل يستفيد إن شاء الله. الخلو، يشترط الخلو من دم الحيض والنفاس. هذه المرأة إذا أرادت أن يكون صومها صحيحاً لابد أن يكون جميع النهار من الفجر إلى ماذا؟ إلى الغروب تكون طاهرة. أما لو نزل عليها ولو بلحظة، الآن مثلاً هي صائمة صامت من الصبح إلى قريب وإيش؟ الغروب، وبعد ذلك طرقتها العادة، باقي بس لحظات عن الغروب، فيقول لها صيام شويش هذا ما فيه فائدة، فلا أبدا ماذا؟ عقب شهر رمضان تبدي لها اليوم هذا، تقضي هي الأيام تقضيها. كذلك مثلا إذا كانت غير طاهرة أذن الفجر وعقب لحظات صارت ويش؟ طاهرة، أيضا ما يكفيها هذا اليوم، لابد أن يكون جميع اليوم هذا من الفجر إلى متى؟ إلى الغروب أن تكون طاهرة. إذا ما كانت طاهرة ما يكون ماذا؟ ما يكون صيامها صحيح، وبالتالي عليها ماذا؟ عليها القضاء. فإذا الخلو من دم الحيض والنفاس. وطبعا بالنسبة للاستحاضة كذا، أي إليها أعمالها وإليها شروطها وكذا، ولعله تعتبر طبعا هذه ملزومة بالصيام، فتأتي بالأعمال اللي عليها ويكون صومها صحيحا إن شاء الله. زين. أيضا مما يشترط العقل، فلا يجب الصيام على المجنون. بعد إذا مجنون طبعا هاي العقل من الشروط العامة للتكليف، من الشروط العامة للتكليف، ولذلك إذا كان غير عاقل لا يجب عليه الصلاة، بل جميع التكاليف الظاهر أنه ما تكون واجبة عليه. ولعل من هذا القبيل يمكن بعض الأفراد يفقدون عقلهم، أو بعض مثلا الآباء يفقد عقله وكذا. طبعا هذا إذا كان فاقد العقل لخرف أو ما شابه ذلك، هذا بعد ما بصير مكلف. إذا أخذ ما وهب سقط ما وجد، فهذا إذا ما يعرف مسكين. تعرفون أن هذا كثير من الآباء أكثر بكثير من يحافظون على الصلاة ويحافظون على التكاليف أزيد منه. لحظة يروح إلى المسجد قبل الأذان يؤدي النوافل فضلا عن ماذا؟ عن الفرائض. وإذا يصير إلى عمر لاحظ أنه ما يعرف يميز ما بين الليل والنهار، يمكن أولاده ما يعرف يميز ما بينهم إلا هي الدرجة، أو ساعات كله يريد مثلا يصلي أو ما يريد يصلي وكذا، هذا ما يصير واجب عليه الصلاة.
لأن الآن هذه القدرة العقلية ماذا؟ فقدت منه، هذا الحواس فقد منه، وهذه التكاليف إنما تجب على من؟ تجب على العاقل، هذا اللي عند القدرة العقلية، عند عقله هذا يجب عليه، تجب عليه الصلاة، يجب عليه الصيام، هذا لا يجب عليه لا صلاة ولا يجب عليه ماذا؟ صيام. ومما يشترط أيضا هو البلوغ، من الشروط العامة أيضا البلوغ، إذا كان بعد شخص غير بالغ فلا يجب عليه الصيام، لكن مو معنى ذلك على أن هذا الولد أنه مثلا لا يدرب على الصيام وكذا، لا، مبغي من الوالد، مبغي من ولي الأمر أن يدرب هذا الولد ويمرن هذا الولد على الصيام أو على ماذا؟ على الصلاة، حتى وقت التكليف كذا يكون هو مستعد، لكن مو معنات كلامي على أن هذه الطاعات التي يأتي بها هذا الولد هي طاعات تمرينية فقط. ذكر كثير من الفقهاء أن عبادة الولد صحيحة، صحيحة يعني ويش؟ يعني إذا صلى يؤجر عليها إليه ثواب، وحتى الأب بعد، الأب والولي وكذا إذا يحث وكذا أيضا له ويش؟ ثواب. فهذا الصبي تكون عبادته، يقولون عبادة ماذا؟ عبادة شرعية، فيصلي يصوم. وطبعا هذا الولي مثلا إذا يعرف أن الولد غير قادر أنه يصوم تمام اليوم يخليه مثلا يعطيه وقت معين من الصبح إلى الظهر مثلا أو إلى الساعة كذا، يعني يدرب شوية على ماذا؟ على هذه، على هذا التكليف وعلى هذه العبادة. نعم، هذا الإسلام قد أسقط هذا التكليف عن غير البالغ وعن الشيخ الكبير رأفة بهم ورحمة، إلا أن بني أمية لعنهم الله لم يكن في قلوبهم رحمة لا لصغير ولا لكبير، ولذلك منعوا الماء، منعوا الطعام عن أهل بيت الرسالة حتى جف اللبن في صدور الأمهات. تأتي الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها إلى أخيها أبي عبد الله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حاملة طفله عبد الله الرضيع، خذوا طفلكم، يأخذه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يتوجه به نحو المعركة، يطلب له قليلا من الماء، فدعا الأقوام يا لله للخطب فضيع، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكون شافعكم خصما لكم في النشأتين، اختلف القوم فيما بينهم، اختلف المعسكر، فبعضهم يقول اسقوه، إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار، وبعضهم يقول لا تبقوا من أهل هذا البيت باقيا. نادى عمر بن سعد لعنه الله ويلك يا حرملة اقطع نزاع القوم، قال بماذا يا أمير؟ قال بسهم توجه للرضيع. يقول حرملة أخذت أنظر أين أرمي هذا الطفل الرضيع، فعند ذلك رأيت رقبته تلمع كإبريق فضة، وضعت سهمي في كبد قوسي فرميته فذبحته من الوريد إلى الوريد، ومصيبته
وحسينا فجعل ذلك الطفل يرفرف كالطير المذبوح حتى اعتنق رقبة أبيه الإمام الحسين فجعل الإمام الحسين يتلقى الدم من رقبة رضيعه ويرمي به نحو السماء تلقى حسين دم الطفل بيده إش حال ينجتل بحجره ولاده شالوا ترس جفه من وريده وذبى للسما وللقاع ما خر يا ناس يا ناس حتى الطفل مذبوح دم على زند ابوه حسين مسفوح مسفوح يا هو اللي يساعدني يجي نوح قلبي على فرقه مجروح والله يا قلبي على فرقه يا مجروح يا ابو يا الطفل الطفل للما يا خذت بسهم العدى مذبوح جبته والله شنه الذنب خويا العملته والماي حاضر ما يا 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 شربت يا بويا يا بويا الطفل عني بغطي مالي قلب بالعين بالعين اصد له اشوف ذبيح ذبيح وما درجله والله يا اي اشوف ذبيح وما يا اي هاد رجله ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه يا الله تقبل عزاءنا شافي مرضانا أيد وانصر علماءنا العاملين وارحم الماضين فك أسرانا رد مغربينا ارحم شهداءنا اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين اللهم اجعل كلمة الحق هي العليا وكلمة الباطل هي السفلى إنك على كل شيء قدير اللهم وجماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم ولا سيما المسببين لهذا المجتمع الشريف اللهم أطل في أعمارهم